انت اهلاويه ولا زمالكاويه؟ اهلاويه. طب هتشجع مين النهارده؟ الزمالك. اهلاوي. طب قول لنا هتشجع مين النهارده؟ بيراميدز. ليه؟ عشان الزمالك كسبنا، عايزين الزمالك يتغلب. اهلاوي. طيب هتشجع مين النهارده؟ الزمالك. ليه؟ عشان يبقوا واخدين دوري وكاس. ما خدوش دوري يبقى ياخدوا الكاس. قول انت اهلاوي ولا زمالكاوي؟ اهلاوي. هتشجع مين النهارده؟ نادي بيراميدز. ليه؟ عشان انا ما بحبش الزمالك والزمالكاوي ما بيحبوناش. طبعا اهلاوي. طب قول لي هتشجع مين النهارده؟ الزمالك طبعا بكل تأكيد. اهلاوي صميم بس الصراحه انا عاوز الزمالك ياخد الكاس. اهلاوي. طب هتشجع مين النهارده؟ بيراميدز. اهلاوي الحمد لله. ولا بيراميدز؟ قول لي هتشجع مين النهارده؟ شجع بيراميدز باذن الله، وبيراميدز هتكسب 2-0 باذن الله. توقعات النتيجه الزمالك يكسب 2، يعني اتوقع النتيجه 2-1 لبيراميدز. 1-0 عبد الله السعيد. 2-1 للزمالك. 2-1 لبيراميدز. الزمالك هيكسب ان شاء الله ضربات جزاء.